أكد وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية في العاصمة المغربية الرباط، أكد أهمية تشجيع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية والإفريقية للقيام بدورها في مجال المصالحة الوطنية والحوار ونشر هذه الثقافة في المجتمعات، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب حول المصالحة الوطنية ودورها في تحقيق النمو والتقدم التي تتطلع إليه جميع الدول والشعوب. وللحديث حول التوصيات التي قدمها وفد مجلس الشورى، معنا على الهاتف من الرباط النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز. أستاذة هالة، بعد التحية، ما هي أبرز التوصيات التي قدمها وفد مجلس الشورى في الندوة الدولية؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين. طبعا شارك وفد مجلس الشورى بكلمة رئيسية في اليوم الأول لافتتاح هذه الندوة، نقلنا من خلالها تجربة مملكة البحرين في مجال المصالحة الوطنية، وكذلك قدمنا من خلال هذه الكلمة مجموعة من التوصيات وطلبنا تضمينها في إعلان الرباط الذي سيكون بمثابة خارطة الطريق للمجال التشريعية لتعزيز تجارب المصالحة الوطنية وتعميمها بالصورة المطلوبة. تقدمنا بحوالي 10 توصيات، من أهمها مثلا إبراز تجربة المصالحة الوطنية والحوار في مختلف وسائل الإعلام والمؤتمرات ذات العلاقة وذكر ما تم تحقيقه من هذه المنجزات. أيضا إشراك جميع السلطات والمؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية باعتبار أن موضوع المصالحة الوطنية لا يقتصر على جهة واحدة فقط. أيضا أوصينا بمراجعة المناهج التربوية لإدراج قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف والطائفية والعنصرية. نعم. كذلك ضرورة وضع آليات قانونية تكفل الاحتفاظ بأرشيف لجان المصالحة الوطنية مهما اختلفت تسمياتها بين البلدان، مع وضع ضوابط للاستفادة من هذا الأرشيف لأغراض البحث العلمي أو إنتاج المواد الأرشيفية الوطنية. وأيضا طالبنا بأهمية إشراك المرأة بتمثيل متوازن بجميع مراحل تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ونص على ذلك بالتشريعات التي يقررها البرلمان. كما أكدنا على ضرورة أن تكون الإجراءات الدستورية والقانونية التي تسهم في تحقيق المصالحة نابعة من الإرادة الوطنية دون الالتفات لأي ضغوط أجنبية تؤثر على سيادة ووحدة ومصالح البلد. نعم. وكذلك أكدنا على ضرورة احترام حقوق الإنسان واستكمال المسيرة الديمقراطية من خلال إنجاز مبادرات المصالحة الوطنية. نعم أستاذة هالة، ما هي آلية تفعيل هذه التوصيات التي تم تقديمها؟ طبعا رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والتي دعت لهذه الندوة تقوم بدور كبير صراحة في متابعة تنفيذ هذه التوصيات من خلال عمل مشترك بين المجالس الأعضاء في الرابطة. ونحن خلال هذه الندوة أيضا شهدنا إشهار الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، وهي إحدى توصيات المؤتمر السابق للرابطة. فنحن على ثقة بأن الرابطة بجميع المجالس الأعضاء فيها سيعملون على تفعيل هذه التوصيات وتعميم برامجها، ونحن أيضا بدورنا في مجلس الشورى ندعم ونساند التوصيات التي تصدر عن هذه الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية، وإن شاء الله نعمل على ترجمتها ضمن الإطار الذي تحدده الرابطة. نعم سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى من الرباط، شكرا جزيلا لك.